مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء ربيعية لطيفة في العديد من المناطق، وكانت الأجواء مغبرة وماطرة في جنوب المملكة. وصلت درجة الحرارة في العاصمة عمان ل 23 درجة مئوية. تشير صور الأقمار الصناعية إلى تواجد كميات من السحب الماطرة خاصة في جنوب وشرق المملكة. بالنسبة لهاي الليلة رح تكون الأجواء مغبرة، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان هاي الليلة 13، والملموسة رح تكون 12 درجة. غدا نهارا رح تكون الأجواء ربيعية ومغبرة، رح توصل درجات الحرارة خلال ساعات النهار ل 23، بالليل رح تنخفض ل 15 درجة. يوم الخميس رح تكون الأجواء لطيفة والرياح نشطة السرعة. أما يوم الجمعة رح تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا مع هطول زخات من الأمطار. رح توصل درجات الحرارة خلال ساعات النهار ل 17، بالليل رح تنخفض ل 11 درجة. نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية أجواء مغبرة هاي الليلة، توصل درجات الحرارة بجرش 14 غدا 24، إربد 14 غدا 24، وأيضا عجلون أجواء معتدلة هاي الليلة ومغبرة. المفرق 12 غدا 26 درجة، الزرقاء 13 وغدا 26 وأجواء مغبرة. مطار ملك علياء 12 غدا 26، السلط 15 غدا 24، مادبة 13 وغدا 24، أجواء مغبرة ومائلة للحرارة. البحر الميت 19 غدا أجواء حارة ومغبرة 32، الكرك 11 غدا 23، الطفيلة 12 درجة وغدا 23. معان 10 درجات غدا 21، العقبة رح توصل فيها درجات الحرارة هاي الليلة ل 18، غدا أجواء حارة 33 درجة. رويشد 14 وغدا 26 وأجواء حارة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، أجواء دافئة ومغبرة غدا في العديد من مناطق المملكة، زخات أمطار محلية متوقعة يوم الخميس وانخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك محمد. شكرا جود.